السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم بحل مراجعة التلخيصات اللي نزلتها وزارة التربية. أخذنا المحاضرة الأولى، الورقة الأولى، واليوم إن شاء الله راح نأخذ الورقة الثانية اللي هي تتضمن الورقة الثانية بس سؤالين، السؤال الرابع والسؤال الخامس. يعني وصلنا السؤال الرابع والسؤال الخامس. يقول إذا كان التطبيق F الـ X 3 X زائد 1، يعني يقول من F من Z إلى Z، حيث F الـ X 3 X زائد 1 هاي قاعدة الاقتران الـ F، والتطبيق مال G من Z إلى Z هاي قاعدة الاقتران G للـ X 2 X زائد 5. أجد قيمة X إذا كانت F بعد G للـ X 28. زين، أول مرة أقول ما دام يقول لي جد قيمة X، أقول F وافتح قوس جي للاكس وسد القوس يساوي قد؟ مطيني 28. هذه المال جد خليها هاي اول مره. بعدين شو اقول؟ اقول هي قاعده الاقتران الاف الاكس، يعني نخلي بالمعادله الاولى قاعده الاقتران الجي ندخلها قاعده الاقتران الاف. يعني شلون؟ اول مره اكتب اف الاكس خاطر ما أخربط، 3 X زائد 1. شو أقول؟ أقول 3 مكان كل X أخذ 2 X زائد 5، 2 X زائد 5 زائد 1 يساوي لنا 28. أعيد هذه الخطوة يوم بعد. هسا إحنا طلعنا F بعد G للX يساوي لنا 28. بما أن G، يعني نعوض بالG، هذه معادلة الF قاعدة الاقتران الF ندخلها بالجي، يعني انزل الثلاثة مكان كل اكس اخلي معادلة قاعدة الاقتران الجي زائد واحد نزلته يساوي لنا 28. هسه ايش اسوي؟ ادخل الثلاثة على القوس، اقول ثلاثة في اثنين اكس ستة اكس زائد ثلاثة في خمسة 15 زائد واحد يساوي لنا 28. ثاني خطوة دخلت الثلاثة على القوس، اقول ستة اكس زائد 15 وواحد 16 يساوي لنا 28. أقول 6 x يساوي لنا، ننقل الطرف تتغير الإشارة، 28 ناقص 16، 6 x يساوي لنا 28 ناقص 16 بها 12. أقسم على اليمن على معامل x اللي هي 6، x يساوي لنا 2. انتهت المسألة. سؤال بسيط وجدا مهم، وهذه دائما حتى رشحته هذا دائما يجيبوه. هسه الثاني، لأن هو بس سؤالين جايبين من الورقة الثانية، أنا راح أحل ورقة ورقة أحسن. جد الحد المفقود في المقدار 25 أكس تربيع زائد 49 ليصبح مربعا كامل ثم حلله. هذا يا هو الحد المفقود، حد الأوسط. إذا أقول قانون الحد الأوسط، الحد الأوسط هما الأول والثالث والأوسط نفس القانون، بي اكس يساوي لنا زائد أو سالب 2 جذر اي اكس تربيع في سي. يلا عيني، بي ذي الاكس بما انه مجهول ينزل، انزل الاثنين جذر ايش قد الاي اكس تربيع؟ 25 اكس تربيع في سي ايش قد؟ 49. بي ذي الاكس يساوي لنا 2 بما ان هذا سالب، يعني الحد الوسط هو سالب، ينزل سالب. عيني جذر، نخر الجذر 25 الجذر مالتها 5 اكس، وال49 7. بي للاكس يساوي لنا 2 في 5 10 في 7 70 اكس، اذا سالب 70 اكس. اذا ايش قد الحد المفقود؟ 70 اكس. يصبح مربع كامل تربيع، ال 25 جايه من 5 اكس ناقص، وال 49 جايه من 7. انتهت المساله. يعني نقول 5 اكس ناقص 7 بين قوسين تربيع، وان شاء الله نكمل وياكم باقي التلخيصات، وبالتوفيق يا ربي.